السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم ماجد العواضي من قناة سبيد هاي. طبعا هذا الفيديو مخصص لاصحاب اجهزة الايفون الذين يعانون من المشكلة العويصة التي ظهرت مؤخرا مع التحديث الجديد iOS 14، وهي مشكلة اختفاء الشبكة او جاري البحث عن الخدمة. فجأة يكون جوالك شغال وتضيع منه الشبكة. ففي هذا الفيديو راح اليوم اقول لكم تجربتي مع هذه المشكلة، وبوريكم بعض الحلول الذي ممكن تنفع مع بعض المستخدمين وليس كل المستخدمين. فإذا أنت جديد في القناة، الرجال اشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أول بأول، وما نضيع وقت وبسم الله نبدأ. طبعا في البداية في طريقة معتادة وتنفع مع أغلب المستخدمين، وهي أنك تروح إلى الإعدادات، بعدين عام، بعدين إعادة تعيين، بعدين إعادة تعيين إعدادات الشبكة. راح يطلب منك باسورد الجهاز، راح تدخله. بعد ما تدخل باسورد الجهاز راح يسوي إعادة تشغيل، وبكذا راح تضبط أو راح تنحل مع بعض المستخدمين الذين يعانون من هذه المشكلة. وإذا كنت من الأشخاص اللي ما نفعت معهم هذه الشغلة أو جربتها من قبل الطريقة هذه وما نفعت معك، فنصيحة مني ما تسوي شيء في الجهاز. إيش تسوي؟ تخلي الجهاز لين ينزلوا أبل تحديث جديد، لأنه ما في أحد راح يحل مشكلتك غير شركة أبل بتحديثهم الجديد. ليش؟ لأنه أنا صراحة أول ما واجهت المشكلة قعدت أبحث في اليوتيوب وبحث في كل مكان، ما لقيت ولا أي حل مقنع. من ضمنهم قالوا لازم تروح لشركة الاتصالات لحتى تنزل لك تحديث خاص بتحديث iOS 14 عشان يتوافق مع الجهاز. رحت لشركة الاتصالات ولقيت واحد من الموظفين عنده نفس المشكلة حقي، فحكيت له، فيقول لي هذه المشكلة مو من عندنا، هذه المشكلة من شركة أبل، فلازم ننتظر تحديثهم الجديد. قلت له طيب جرب تودي جوالك الصيانة؟ قال ودى جواله الصيانة. وإيش سووا له؟ سوون له سوفتوير اللي هو فورمات، وركبوا له نفس السوفتوير اللي كان موجود، قالوا رجعت معاه المشكلة. فإيش الحل؟ الحل الوحيد للذين جربوا كل الطرق وما نفعت معهم إنهم ينتظروا التحديث الجديد من شركة أبل. لا تقلق، الجهاز ما في أي مشكلة، وخاصة للأجهزة اللي هي آيفون إكس وما فوق. أما إذا كنت تعاني من المشكلة هذه قبل iOS 14 وقبل التحديث الأخير، فنصيحة ودي جهازك دايركت على الضمان يغيروا لك إياه، إن المشكلة هذه هي واجهة الأغلب بعد التحديث الجديد. فننتظر فقط بس يحلون أبل هذه المشكلة بتحديثهم القادم بإذن الله. فأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل، ولا تبخلوا علينا في اللايك ومشاركة الفيديو كي تعم الفائدة، ودمتم في أمان الله.